ولأجل هذا إخواني وأخواتي، الوسوسة مرض خطير جدا، وواجب على الإنسان أن لا يرضى بهذا المرض، لكون هذا المرض متعلق بدين الإنسان، سواء في المسائل العلمية أو في المسائل العملية، سواء في الأصول أو الفروع، سواء في الاعتقاد أو العمليات. فالواجب على الإنسان أن ينتفض على نفسه وذاته، وأن يرفض هذه الوسوسة، وذلك باتباع الطرق الشرعية والمسالك المرعية في قضية علاج الوسوسة. وإذا ما جئنا إلى أحوال الموسوسين، نجد أن الوسوسة تكون مثلاً في طائفة من الناس وسوستهم في جانب الاعتقاد وفي الأمور العملية، فتجده يوسوس في المسائل، مسائل العقيدة، من خلق الله، من هل هناك جنة، هل هناك كذا، شيء من هذا القبيل. وهذا قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله تعالى ولينتهي، فليستعذ بالله تعالى ولينتهي. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة قال: كيف بك يا أبا هريرة وجاءك قوم يسألونك من خلق كذا، من خلق كذا، ثم يقولون من خلق الله؟ فجاء نفر في المسجد إلى أبي هريرة فقالوا: يا أبا هريرة، من خلق كذا، من خلق كذا؟ ثم قال: من خلق الله؟ فحصبهم أبو هريرة بالحصى وطردهم من المسجد وقال: صدق خليلي صلى الله عليه وآله وسلم.